معظمنا قاعد يتفلسف في دنيا ودين. وعشان بجد أكون منصف بقينا بكحين. إلهي يجي صاروخ ينسف الكدابين. العملية بقت كشري وكله فاتح الرابع والناس غلابة متخبطة. الصبح قال قال الله بالليل يا ناس خلينا ساكتين. انزل يا اخويا انزل. ده انت نهارك زي وشك. لو كانت طياره الحاج وصلت الحاج هيودينا في داهيه. انا اعمل ايه يا استاذ شحاته؟ ما انت نايم طول الطريق والدنيا كانت زحمه والعربيات ضربش ببعضيها. انت هتحاسبني ولا ايه؟ اسكت خالص. انت هتودينا في داهيه. اسال مين دلوقتي؟ اسال مين؟ لو سمحتي، هو الحاج فواز الصياد ما جاش معاك على نفس الرحله اللي جايه من العمره؟ وات؟ ايوه كريزي؟ الحمد لله طمنتيني. يعني انا اغيب يومين تتعطل الدنيا؟ لا اله الا الله، رمضان كريم يا سيدي. بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير وعندنا مواعيد لازم نحترمها. يلا كلام موزون. سلام عليكم. فواز بيه، رب صدفة خير من الف ميعاد. سليم الاشقر. الله، هو الاتفاق كان اننا هنتقابل في المطار؟ احنا اتفقنا انه هنتقابل اول ما هوصل على مصر، وانا بعدني جاي من بيروت. يا الف حمد لله على السلامه. يا اهلا، كيفك؟ استاذن انا بقى عشان يا دوب الحق الفطار، واحنا على ميعادنا نتكلم في التليفون واخدك افرجك المول الجديد. كتير منيح. اذا ما معك سياره بنوصلك بطريقنا. بنتي جايه تاخدني. لا لا، انا عربيتي هنا. يا اهلا يا اهلا يا حاج، الحمد لله على السلامه، عمره مقبوله ان شاء الله. اتاخرت ليه يا شحاته؟ يا حاج انت عارف بقى الشوارع زحمه، وانت عارف نهار رمضان كل سنه انت طيب.
طب يلا خد الشنط. حاضر حاجة. لك يا بابا وين كنت كل هالوقت؟ صار لي ساعة منبش عليك. الشوفير ما اجى بس طلبت لك احلى ليموزين. فواز بيه بعرفك على بنتي مايا بتدرس هون بالجامعة الأمريكية. بسم الله ما شاء الله. فواز الصياد أشهر مصمم أزياء محجبات بمصر كلها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لا مؤاخذة ما بسلمش. ما بتسلم كرمال رمضان؟ لا كرمال ربنا. العربية جاهزة يا حاج. إيه ما في داعي نعطلك هلا. مايا وين عربية الليموزين؟ ليموزين إزاي؟ معقولة؟ سيلين بيه الأشقر يكون موجود عندنا في مصر في ضيافتنا ويركب ليموزين؟ شحاتة؟ نعم يا حاج. أنت فهمت طبعًا هتعمل إيه؟ فهمت يا حاج. خد الشنط على الليموزين والجماعة يركبوا معايا. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل يا سليم بيه. شكرًا شكرًا. اتفضل يا ست الكل. رمضان كريم يا حاج. كله بما يرضي الله. أنا بقول نقرا الفاتحة بقى عشان ربنا يبارك لنا. لك أي فاتحة؟ ما تتخضيش قوي جدا، دي فاتحة تعارف. إيه بس إحنا بعد ما تعرفنا. هيحصل طالما القلب نضيف وده شغال. أنت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعة؟ الحقيقة اللي ما بيعرفك بيخسرك. شو رأيك يا مايا؟ ظاهر إنك ركبت دماغ البابا بسرعة وهيدا الشيء نادر ما يصير. الحمد لله، ما احنا قلنا انه هيحصل. ما تسمعونا الفاتحة بقى ولا مش حافظينها؟ لا حافظينها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هو ما يحسش انه في رمضان الا اذا كان من المكرونة بتاعته. شم ريحتها يا بنتي يا زينب. وخرمت مناخيري يا ستي، اللهم اني صايمه. صحيح هو اتاخر قوي ده، خلاص المدفع قرب يضرب. قلبه مش هيطلع انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبه دي كلها. وبعدين مش انا اللي قلت انه هو رجع وهو بعت شحاته بالشنط؟ اكيد وراه مشوار مهم وهيرجع على طول. برضه ما بيردش. هريته اتصالات، يا اما مقفول يا اما يا اختي ما بيردش. بجد بقى يا موري؟ وايه يا اختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني. لا اكسكيوز مي بقى يا انهار، يا حبيبتي انت عارفه ان انا ايدي مجزوعه ما بعرفش اشيل بيها حاجه. حتى اهو ارحميني، مرارتي خلاص واتشالت، هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ روحي يا زينب ساعدي ستك انهار وهاتي بقيه الاكل من المطبخ. حدد يا ست. يو برضه ما بيردش. تصدقي وتأمني بالله تلاقي البنت اللي قاعده فوق اللي عامله رابعه العدويه عارفه هو فين وبتخبي علينا وسايبانا عمالين نحني وننقط في نفسنا. اي ام شور شور. انا كل حاجه بعملها في البيت ده لوحدي يا ربي. فين هدى؟ كلا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يا أختي مش توفر القراية دي للتهجد بالليل بدل ما تروح عليك نومة؟ هدى يا هدى. زعلانة أنا منك، سايباني في المطبخ محتاسة لوحدي وإحنا في ساعة ضيقة. المدفع قرب يضرب، يلا نادي العيال وتعالي. حاضر انهار. نعم هو وصل يا اختي؟ ان شاء الله هيوصل بالسلامه، بس انتي قومي يلا. ربنا يرجعه بالسلامه يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. كده الهلال ظهر والرؤية تاني. ذهب الظمأ واختلت العروض. وحشتوني. وحشتيني يا نهار. ربنا يتقبل يا حاج. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني.
وحشتيني يا هدى. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي يا فواز. لا اله الا الله، الاذان لسه ما ادانش يا سميحه. يا بنت تهدي شويه، مش كده؟ وحشتوني. انت وحشتنا يا حاج. وحشتوني كلكم. ربنا يخليك لينا يا حاج. جبت لكم حاجات حلوه حلاوه. والنبي صحيح شنطه ليكم كلكم. الله الله. العيال فين؟ يا عيال. يا هلا. بابا جاي، بابا جاي، بابا جاي، ما شاء الله على مهلك. بالراحة على مهلك. على مهلك. الله أكبر، الله أكبر، الله. كرمبة كرمبة يا حبيبي. الحمد لله متأخرة دايما. يا حبيبي حبيبي، مين صايم؟ أنا. وأنا صايم؟ أنا. ما شاء الله. طب يلا والنبي يا حاج عشان ما أنسى حياتي. يلا بينا. خدي زي ما أنا فيه. يلا يلا. مين هيقعد جنبي؟ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولد تفضل. يلا بينا نصلي المغرب. يلا يا حبيبي. يلا بينا. هو أبويا ما جاش يفطر معانا ليه؟ ما زود اللحمه شويه، هو كله عيش ورز، انت بتاكل فراخ، زود اللحمه. حاضر يا حاج، ما هي لحمه يا حاج. طب يلا يلا بسرعه يا عم. ربنا يخليك لينا يا حاج. ادعوا للحاج فواز ابني، كله ببركه العمر ان شاء الله. انا عاوز كله ياكل لحد ما يشبع، واللي يشبع ياكل لاخر زاده. الخير كتير والحمد لله. والغلابه اكتر يا حاج. على قولك. انت مش هتفطر يا حاج؟ يا عم لما الناس تاكل الاكل هيروح فين يعني؟ نفع الناس. حاضر. اللي ناقصوا حاجه ديروا. يلا. حاضر يا حاج. اللهم ديما نعمه واحفظها من الزوال يا رب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والشكر. حاضر حاضر. يلا على الباب، مالك مسروع كده؟ ايه يا نوها، مش سامعه الباب يعني؟ حاضر. ايه يا بنتي كل ده عشان تفتحي؟ يا الف اهلا وسهلا. اتفضل يابا. اتفضل. ازيك يا نوها؟ الحمد لله يا جد. إيه؟ معلش يابا، البيت مكركب شويه. اصلي ما صدقت انه علي يروح يصلي التراويح، فقلت يعني انضف كده من على الوش. ولا يهمك، بس انت سايبه فواز لوحده ليه؟ برضه حفيد الصياد يترمي الرميه دي. ما بيفصلش ولا ثانيه واحده يابا، ودي مخليه عيني في وسط راسي اما هيجننوني. نوها مين سلمت على جده؟ ايه؟ ازيك يا جد؟ يا حبيبي جده. شوفي جده جايب لك ايه؟ خدي يا نوها. اتفضلي. استني خدي كمان. اتفضلي. يلا يا نوها قولي لجده شكرا. شكرا يا جد. العفو يا حبيبي الجد. تشرب ايه بقى يا حاج؟ ولا اقول لك انا عندي رز بلبن من اللي انت بتحبه. سيبك من الرز بلبن، خدي الواد فواز في حضنك. الله. معلش يابا هدخله جوه. ها تعالى يا حبيبي تعالى. ثانيه واحده يابا، ثانيه واحده. معاك شوكولاته ثانيه يا جدو؟ لا يا حبيبي الجدو، بس اقول لك خدي كل دول علشان هاتي اللي نفسك فيه كله. ليه كده بس يا حاج؟ ليه؟ هو انت ولا فواز اخويا يعني حارمني من حاجه؟ هروح اعمل شاي. جدو هم دول كام يا جدو؟ لا يا حبيبي جدو ما تعدهمش، لا يتقل بركتهم. يلا قومي العبي جوه. يلا. وقف يا عم في الطابور انت وهو. ادعوا الفواز ليه؟ ربنا يسترنا. ربنا يسترنا. امين يا رب. ويخلي له الغرابه اللي بيكسوهم ويغذيهم وما يخليش نفسهم في حاجه. ودي على قد نيته. دي الصحه يا كريم. ايوه هي دي اللي عايزينها. قولوا ورايا ويديم عليه الصحه يا كريم. ويديم عليه الصحه يا كريم. يا شحاته، هو الحاج ناوي يعملها تاني ولا ايه؟ ربنا ما يقطع له عادي يا موسى. وسعي 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 كده زي ما حضرتك.
يا اهلا يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صون طيبين. صون طيبين. هو ده. صون طيبين. زكا رضا. نور يا حاج. بص يا حاج، ما فاضلش غير الشوية دول ويبقى الكل خدنا سيوف. الحمد لله. اوعى يا شحاتة تكون نسيت حد. احنا في ايام مفترجة. الدعوة تسوى كتير قوي. طب والنعمة يا حاج من بعد الفطار واقفين الوقفة دي، هتشاف منظرنا بقى عامل ازاي يا حاج؟ مالك يا دافش كده ليه؟ لا. كله بثوابه يا شحاتة، كله بثوابه. على فكرة يا حاج، الطلبات اللي بعتها لولاد عمك راحت لحد البيت وهم رجعوها. رحت بنفسك يا مسلم؟ زي ما حضرتك أمرت، لحد باب البيت. بس هم يعني معلش معلش. خليها جاهزة وأنا هتصرف. وابوها فين؟ مش ناوية تخلي جوزك يفكها شوية يا حياة؟ أنا مش فاهم هو باع الوظيفة بتاعته دي ليه؟ الله، يا بنتي كان جه اشتغل معانا وهو أولى برضه. كل حي بياخد نصيبه يابا. هو فواز رجع من العمرة؟ رجع النهاردة. بصراحة يا حبيبتي أنا مش جايني قلب أشوفك بالمنظر ده أبدا. أنا عارف إن جوزك نفسه عزيزة، بس برضو ده خير ابوكي واخوكي، حرام تتحرمي منه يا بنتي. يابا ما انت عارف علي دماغه ناشفه ازاي. عارف يا بنتي عارف، جوزك راجل وابن اصل، بس انا صعبان عليا تعبك قوي يا حياتي. انا مش تعبانه يابا وراضيه بنصيبي، وكحل عيني بالتراب اللي بيمشي عليه علي. يعني كنت مبهدله شويه، فده من هدة الحلم على العيال مش أكتر. وبعدين فواز مش سايبني يابا، الشهرية اللي بيبعتها كل شهر بتزيد ومش مخليه ناقصني حاجة. الله ربنا يزيدك يا فواز يا رب ويسعدك. طب ما تسيد أبوك يا حبيبي بقى كمان بالضحكة الحلوة اللي بيموت فيها. أهو كده شفتي الشمس طلعت والدنيا نورت. ربنا يا بنتي يسعدكم ما يحرمكوش من بعض أبدا. ربنا يخليك ليا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه فواز يا حبيب ابوك؟ الحمد لله على السلامة يا فواز. الحمد لله على السلامة يا ابني. وحشتني. انت اللي وحشتني عمر ما اقول ان شاء الله يا امين يا رب. ربنا يتقبل. وحشتني. انت كمان يا حبيبي. كان نفسي تكون معايا. ما انا كمان كان نفسي والله، بس خفت بيني وبينك من الزحمة. هي كانت زحمة ايه حج؟ طيب كنت اعمل ايه انا بقى؟ احطك على الكرسي واتمشى بيك كده فوق برواقة في السطح مع نفسنا. ان شاء الله مرحبا. مرة جاية. انا قلت ارجع عليك في البيت مستنيني، وخصوصا انك عارف ميعاد رجوعي. ايه معناش على البال بقى ولا ايه يا معلم؟ شكلنا مش على البال بقى يا اخويا. يا اخويا يا اخويا، ما انت كمان سايب لي هم ما يتلم. الحمد لله على السلامه يا حاج فواز. الله يسلمك. عمره مقبول ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يكرمك. ربنا يكتبها لنا يا رب. امين يا رب. امين. كل المسلمين ان شاء الله. بقول لك يا حاج، قول تقل عليك خير. العيال ولاد عمي رجعوا الحاجه، فانا بقول لو انت تاخد الحاجه بنفسك وتروح هناك يعني هيكسفوا منك ويعملوا لك خاطر، مستحيل يحرجوك. ما هو كله في الاخر عشان خاطر انهار. حاضر يا فوز. تمام على البركه. اللي تشوفه يا ابني. حاضر. طب بقول لك ايه، ما يا ريت تيجي معايا انت كمان. لا لا اسمع بس كلامي. اسمع كلام ابوك امال يا فواز. يا ابني مش يمكن الايام المفترجه دي تصفي النفوس وتشيل غشاوه العين دي؟ دي عيال نفوسها سودة، نفوسهم سودة من جوه. معلش ما بقول لك ده مهما كان دي صله رحم ما ينفعش تقطع ابدا يا ابني. اسمع كلام ابوك عشان خاطر الله العظيم. عشان خاطر يا فواز. حاضر نروح. ما ان انا بتخنق لما بروح عندهم ببقى انت عارفني ممسك نفسي بالعافيه. معلش معلش عشان خاطر ابوك بقول لك. ماشي يلا بينا. الشاي. الولايه بتحط الشاي من غير نفس ازاي؟ بالهلاوه نعمل باصلنا. حاضر حق. بس بيني وبينك هي وليه ناقصه. اظن الكلمتين اترد عليهم قبل ما تقولهم يا عمي. عمك ده تخليت فيها يا عمي؟ اظن احنا لسه ما بقيناش كلاب.
عشان ترملنا حته عظمه نتلهي فيها يا سي فواز. حسنات. فواز يا ابني ما بيرميش عظم، ولا حدش في عيلتي الصياد ينفع يبقى كلب. احنا بس عشان خاطر العشره وصله الدم بنزق في حواراتنا عشان نوصل اللي انقطع. اللي اتقطع عمره ما يتوصل غير لما الحق يرجع لاصحابه يا عمي. حقيقة الله، انتوا بتكدبوا الكذبة وهتصدقوها؟ احنا ما بنعرفش نكذب يا حاج، واللي له حق لازم ياخده، ولا ايه يا جوز بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا ساكت من الاول عشان خاطر ابويا اللي بيتكلم، واللي جابني هنا برضه رضا ابويا، وخاطر مراتي انهار بنت الاصول، وعشان انا ابن اصول اتعلمت من الراجل ده يعني ايه صله الرحم. خليك لينا يا حاج وطولنا في عمرك. امين يا رب. ومديت ايدي بدل المره كتير وانتوا اللي صدتوها. ابقى انا كده يا حاج؟ عداك العيب يا ابني. وازح وازح، واللي ليه حق يشاور عليه، يشاور وانا اغرف واديله بما يرضي الله. حلو. المصنع اللي فتح عليك من نعيم الدنيا، ابويا ليه في المصنع ده زي ابوك بالظبط، عملوه ايد بايد وكتف بكتف. تانك يا عمي، يعني كل اللي عندكم ده احنا لينا فيه. اهو قالها لك. اغرف بقى يا جوز بنتي. مصنع ايه وكتف ايه وايد مين يا اخويا؟ المصنع ده بتاعنا، وابني ده اللي طوره، ابوكوا يا دوب وقف معايا فيه، وعلى قد ما اداه خد قصاد واضعاف. مش انا اللي اقبل على نفسي ولا على ابني قرش حرام، ابدا. مش اللي علمكوا كلام ربنا وصلى بيكوا في الجامع اللي يتقالوا كده؟ ويوم ما ربنا افتكر اخويا جيت لك حسنات واديتك اللي قدرني عليه ربنا واستحملت كلامك، وانا بقى عشان خاطر عظم التربه اديتك كل اللي انت عايزاه. مش كده برضه يا حسنات؟ حق ايه اللي تويت دور علينا؟ حق ايه؟ حق ايه يا عم منعم؟ ولا هتسوي؟ لا عاش ولا كان اللي علي صوته الحاج منعم الصياد. واسمعوا بقى يا اخرة الاول، صلة الرحم انتوا قطعتوها، والدم بقى ميه، واللي بيني وبينكم مبقاش فاضل منه الا انهار، ولاجل عيون انهار انا هعمل نفسي ما سمعتش اللي اتقال، وهعدي الفرغه دي عشان ما ازعلش، وربنا ما يوريكوا زعل. يلا بينا يا حاج. يلا بينا يا ابني. الحسنات قال اللي ما شايفلك حسنه واحده حتى في قفاكي جاتك الهم. رغم ان النهارده مش يومها. اولا من ساعه ما اتجوزنا وهو ما حددش لاي واحده فينا يوم معين، سايبها حسب الكيف كده زي ما بيقول. ثانيا يا اختي، وماله؟ ما يمكن يكون في حاجه مهمه عايز يقولها لها. حبيبتي انت كده دايما صعبه. افهمك ازاي؟ افهمك ازاي؟ مش ممكن يعني. يعني ايه؟ يعملها. يعمل ايه يا اختي؟ يتجوز ويطلقني؟ ما طبيعي، ما مين هيطلق غيرك يعني؟ باين لا سمح الله اتخضيتي قوي، يعني هي دي عدت ولا هيشتريها؟ لا يا اختي، اصل انا كل ما اسمع السيره دي قلبي بيترعش كده، مش عارفه ليه. بقول لك ايه؟ سيبيكي على الله، سيبيني بقى، سيبيني، مفيش وظيفه تسيبيني. سميح ايه تاني بقى؟ لا يا اختي حرام، ده ربنا قال ولا تجسس، خلاص خليه يروح يتجوز بقى. لا ما يتجوزش، نتصنت.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم، كل ما أشوفهم أحس بقيمتك أكتر واستغرب. أقول إزاي هم يا ربي بالسواد ده وإنتي بالحنية دي؟ سادة الليل البطن قلابة، ربنا بيهدي النفوس يا حاج. إخواتك يا أنهار، إخواتك طمعانين فيا بزيادة، مش هياخدوا غير نصيبهم يا أخويا. ما هو نصيبهم اللي هم عايزينه ده مالهمش حق فيه. نصيبهم مش اللي يعزوه، نصيبهم هو اللي يستاهلوه. وبعدين أنا عايزة أقولك إن الكره لما بيعشش في القلب بيعمل عين والعقل، بيخلي الواحد مش عارف هو بيعمل إيه وبيتخبط يمين وشمال. لا ولا قوة إلا بالله. أستغفرك يا رب وأتوب إليك. طب يعني يا نهار، لو جه اليوم اللي خيروكي بينهم وبيني؟ اوعى تكمل، ده اللي بينا اقوى من انه يتقال علشان يتوصف. ده اللي بينا اقوى من الدم اللي رابطني بيهم. ده انا حته منك وانت كل حاجه فيا، حتى لو كنت ركن صغير في بيت شركه مع حد. يا نهار، هو الفجر ده ولا لسه؟ لا يا اخويا خد راحتك، ده فاضل له يجي ساعة ونص كده. طب انا اروح ابص بص على العيال كده بسرعة وارجع. اوعي لا انام. يا ولاد لو قربت مني الواد هيصحى مسروق، انا بقول لك اهو. تتحامي في الواد يا سميحه؟ وانت عايز تمد ايدك عليا من امتى يا فواز؟ واحنا من امتى بنتجسس على بعض؟ يا حبيبي من ساعه ما بقيت غامض وبتخبي علينا. غامض غامض، واحد ومراته في اوضه النوم، عايزين احط لك كاميرات عشان تشوفينا. يا ربي يا اللي بتقوعي ليه دلوقتي؟ انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ لا اله الا الله، هو ده الحاج فواز يا ناس؟ اسم الله عليك يا حاج، ايه اللي جرى لك؟ ايه اللي جرى لك؟ اتغير بعد غيبة 10 أيام تعمل كده؟ بدل ما تيجي تطبطب عليا وتقولي وحشتني يا سميحة، بحبك يا سميحة، أخبارك إيه؟ دي جزاتي؟ جزاتي إني بحبك وبموت فيك وبغير عليك وعايزة أطبطب عليك وأعرف مالك؟ نيمي الواد في سريره يا سميحة. مش منيمة يا فواز، خليه يشهد على اللي أنت عايز تعمله في أمه. يا ولية أنا عملت فيكي حاجة؟ أهو بتزعق زعق، يلا زعق، اسرع للواد عشان يطلع معقد نفسيا زي أمه اللي محدش تقول لها كلمة في البيت ده. ما تطلعيش ضربين يا سميح. يا لهوي، الواد بيتنفض مني. يا اختي يا اختي يا اختي، ذنبه في رقبتك يا فواز حسبي الله ونعم الوكيل فيك راجل. بتحاسبني عليا؟ روح يا اخويا اتشطر على الولية اللي عاملة نفسها رهبة اللي وزيتني عشان اتصنت عليكو. ماشي يا سميحة، هوريكي وهوريها. الصلاة اللي بتصلي ربنا ليل ونهار ده ما قالكيش ان التجسس والتصنت حرام؟ ولا ده منظر عاملاه قدامنا؟ منظر بتشتغلينا بيه؟ حقك عليا يا حاج، والله العظيم ما كانش قصدي. انت يا هدى، انت يا هدى، ما تعذبنيش اكتر من كده يا حاج، اكتر ما انا معذبه نفسي. حقك عليا والنبي، توبه توبه من دي، نوبه ومش هتتكرر تاني ابدا. ده انت اكتر واحده عارفه ربنا، وده اللي مخلي ليكي مكان عندي. ما انا يا اخويا ما استحملتش اللي قالته سميحه. قالت ايه بقى سميحه؟ قالت يا اخويا انك هتعملها تاني. هعمل ايه تاني؟ وانا كل ما
ناوي تعملها تاني وتتجوز؟ ناوي ايه؟ والله العظيم دشطان وداخل فجأة علينا، واديني جايبه لك البنت سميحة معايا اهي علشان تعتذر لك وتبص على راسك. والبنت هودة دي غلبانة، هي البنت هودة بتاعت الكلام ده، دي هبلة. والله شيطان داخل علينا فجأة. أنا مش طايق خلت حد فيهم، أوي! عاجبك كده؟ عاجبك؟ وأنت هتولعي لي في البيت يا هدى؟ هتولعي في البيت يا هدى؟ خليكي معايا هنا وقولي كان بيقول لك إيه؟ يا أختي هو لحق يقول حاجة؟ ما أنت دخلتي لي زي القضا المستعجل. قال لك يا أختي إنه هيتجوز؟ لا ده أنت ضيعته خالص. عاجبك كده؟ أهو الفجر بيقدر. روحي! لا براحتك، انت في بيتك تتصنى تعمل اللي انت عاوزه. لا اله الا الله. انا بقول يا جماعه نروح نصلي الفجر عشان نخرج الشيطان اللي داخل علينا فجأة ده. او النبي يا اخويا داخل علينا فجأة. يلا يا بنتي يلا نخطط نصلي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لما فكرت اخد الارض دي قال عليا مجنون. مين هيجيلك؟ انت عندك ثلاث ولاد في اماكن حيه بتشغي بشر، واديكوا شايفين المكان بقى عامل ازاي، والمول جرى رجل ناس كتير، وهي ناس اهي بتحاول تعمل زيه كمان. غير اني بتفائل بالمول ده لانه رقم اربعه، وانتوا عارفين انا بحب رقم اربعه قد ايه. ما شاء الله يا باشمهندس. لا الله ينور عليك يا حاج. قول لي بقى الالوان هتبقى عامله ازاي؟ الالوان احنا كنا مجهزين المعينات دي. ايوه دي الوان الواجهه من بره زي ما انت شفتها. آه. وده لون الكوريدور، ودي ادي بقى الوان المحلات من جوه. دي الوان المحلات من جوه؟ ايوه. مش محتاجه تتغمق شويه ولا يا زكي؟ تتغمق طبعا يا حاج. مش كده؟ اه. يبقى نفتحها. فتحها يا باشمهندس على الاخر، عايزها فريحي عشان الزبون لما يخش يفرح. يفرح يا زكي، الزبون لما يخش يشتري. يشتري يا حاج. ويفرح برضه، ما تقفش قوي. تمام تمام يا حاج. اتفقنا يا باشمهندس؟ اتفقنا يا حاج. بس والنبي انا عندي بضاعه بملايين مرميه في المخازن عشان خاطري. لا ولا يهمك يا حاج، ان شاء الله بنهايه المهله كل حاجه هتبقى تمام. على البركه. حاج فواز، حاج فواز، حاج فواز. اطلع يا شادي. مستنيه بقالي مده بس هو اللي اتاخر. اتفضل يا سليم بيه، اتفضل. نفسي اقول لك تشرب ايه، انما رمضان كريم بقى. الله اكرم. انا ما بيجي على مكان شغلك الا لانه عندي شغل معك. انا تحت امرك. انت ليه دافن نفسك؟ شغلتك في الى سوق عطشان، واسمك حلو وشغلك كله مطلوب. ايدي على كتفك. يعني انت بتعرف انه في عرب كتير في دول اوروبا وجنوب شرق اسيا، وستاتهم ما بيلبسوا غير العبايه والحجاب، وبدل ما تستورد خامات من تركيا بتصير بتصدي. شو رايك؟ ده كلام موزون، بس عايز قاعد على رواقه كده عشان يتوزن صح. يعجبني دماغك. انا تحت امرك في اي وقت، امرني وانا بجيلك. لا لا انا اللي تحت امرك، هاجي لك اشرب الشاي ودار الفتحة. فتحة؟ ما احنا قريناها. لا لا، فتحة العروسة. عروسة؟ قصدك بنتي مايا. شو رأيك؟ انا من رأيك. تسلم ايديكي. هلا فيدي اعرف انت ليه مستعجل هالقد؟ مش انا اللي مستعجل، ابوك اللي مستعجل. عايزنا اسافر معاه في صفقه عشان تتم، فقلت نخليها شهر عسل. انا فين وفين لما بعرف اخلع من الشغل. ايه بس انا كتير بخاف من الاستعجال، مش بيقولوا العجله من الشيطان؟ مش احسن لما نسيب له فرصه يلعب مع النفس الاماره بالسوق؟ عن مين عم تحكي انت؟ الشيطان، ربنا يبعدنا عنه. شوفي مايا، انت عششتي هنا ومش هتخرجي ولا بالطبل لبلدي، يبقى نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نحصن نفسنا باللي حلله لنا ربنا. يلا الفاتحه بقى كده واحنا في رمضان عشان تحصل البركه، وهتحصل كده كده ان شاء الله.
لأنه كله بما يرضي الله. إيه بس أنا لازم أخد وقت حتى أكون جاهزة وحضر حالي فواز. أنت كده بقى مش عايزانا نستفيد من خبرة السيد الوالد. أنت اللي شكلك بك تضحك علي وتتجوزني على السكت، أنت هربان من شيء؟ لا إله إلا الله، هو الواحد لما يلاقي اللي بيدور عليه طول عمره ويبقى عايز يمسك فيه بإيده وأسنانه ويبقى هربان من شيء؟ لك يا فواز أنا بعدني ما بعرفك. وهو في أقرب من الست لجوزها علشان تعرفه. الراجل قبل الجواز بيبين أحلى ما عنده، أنا بقى الحلو عندي بعد الجواز. قلت إيه؟ لك إيه بس؟ بس إيه؟ قدمي المشيئة وكله هيمشي بما يرضي الله. طب خلاص يلا تشوفه. يبقى على بركة الله، يبقى الخميس اللي بعد العيد زي ما اتفقت مع الوالد. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ما أنت عارفة، أما يحصل إن شاء الله. الحمد لله. أنت إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ إيه؟ إيه هيكك أوي؟ ليه يا عم؟ أنا عملت إيه؟ تقدر تقولي الجوازة اللي هتتجوزها دي هتبقى ريمة كام؟ لا عم ما تقطعش، وأنا قلت لك خلصت، ده لسه بالي إيه؟ لسه كلام يعني، ما حصلش. لما يحصل إن شاء الله هتبقى الجوازة ريمة كام؟ الرابعة، حسب شرع ربنا، كله بما يرضي الله. عاوزني أقوم أفرج عليك القهوة، رابعة إيه؟ هما الخمسة اللي قبل كده يا فواز مش كانوا برضو الرابعة 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 الرابعة؟ قول بسم الله ما شاء الله. لا اطمن مش هتحسني، هو انت بيحوق فيك حاجة؟ لا 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 حد، هو مش الواحد مننا، الراجل في بيته بيسيب أوضة كده لمزاجه في البيت يقولوا عليها أوضة المسافرين، والناس اللي فوق شوية يقول لك دي أوضة الضيوف، والناس اللي هما النخبة يقول لك اوضه مكتب. الغرض ايه؟ اوضه في البيت متسابه لمزاج راجل البيت، يشوف ده يقابل دي يقعد مع نفسه. انا الاوضه الرابعه اللي عندي دي مخليها لمزاجي، ارتاح فيها شويه بالحلال وبما يرضي الله. يا ابني افهم، حريمك كلهم ما فيهمش واحده فيهم فيها عيب، بلاش بقى تتشعلق بشرع ربنا وتعلق عليه فرغت عينك. إذا كان ربنا نفسه سبحانه وتعالى ادينا الرخصة دي عشان عارف طبعنا يا حاج منعم، مفيش راجل على وجه الأرض على وجه الأرض مهما كان مخلص ما راحتش نفسه كده الواحدة بالنظر بالتمني أو بالحرام بقى، استغفر الله العظيم يا رب، إحنا بشر. لا يا فواز، لا يا ابني، انت كده بتظلم، والخير اللي بتعمله كل ده نقطة في بحر الظلم. ما تنساش نفسك يا فواز يا ابني. والله يا حجة وأحس بنفسي، أنا بلاقي نفسي كده روحي رايحة وحالي متشقلب ومش عارف إيه اللي بيجرالي، ولاقي الكلام بيتكرر على لساني وفجأة قصاد المأذون. وبعدين يا حاج انت لو شفتها، ايه لو شفتها مش هتمسك نفسك. يا سلام، الدرجة دي حلوة يعني؟ حلوة يعني حلوة، بس بسبوسة مقرمشة وغرقانة في زبدة، تاخد حتة من الطرف؟ يا ريت. يا حاج فيه، مش قلت احنا بشر؟ السلام عليكم رجاله. اتفضل يا حاج، بص بنفسك واطمن. انت عارف فواز قلقان قد ايه على البضاعه دي؟ اه طبعا يا حاج، ايه البضاعه متخزنه ايه وفي انتظار الفرج. ايوه انا فاهم، كان لازمته ايه المول ده؟ سايب بضاعه بملايين مرطرطه كده ومهندس الديكور قال ايه لسه بيفهمني فيها، ربنا يستر. هاني يا حاج، انا عاوز حراسه جديده على المخازن يا مرسي. انت عارف السوق وبلاويه والعين علينا ومفيش اكتر من اللي بيكرهوا الخير للناس. حصل يا حاج، والدنيا متامنه على الاخر. ماشي، خليك على اتصال بيا، ما تشغلش فواز باي مشكله، سيبه في شغله. تحت امرك يا حاج. انا مش عاوز حد من اللي هنا يبقى ناقصه حاجه، انا عاوز عينيهم تبقى مفنجله. انا معاهم يا حاج ما تخافش. ربنا معاكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج.
بس زود الحراسه شويه يا مرسي. من عينيا يا حاج. الله، حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظه على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكره يا فواز، مش غالي. طب ما تغير لنا البتاع ده بقى عشان تصدقني. استنى ولادي حبيبي شويه. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقه السحريه. لاصقه ايه يا اختي؟ سحريه يا حبيبي. سحريه؟ وانت ناقصه سحر يا حبيبتي. ما انت سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتنا؟ شفتها بس بصراحه ما عجبتنيش. البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. دي بنت ملك بحلاوه كده النهارده. يعني انا طول عمري حلو، بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمه اللي حواليك. سيبك من الزحمه، تعالي قربي. وحشتك؟ قوي. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر اهي. حاضر يا راجل. تعالي بس بقى. ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمة دي واحدة من القرشانات اللي بره، عايزين يبوظوا ليلتي. الو. هما؟ الو ايوه. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليلة سودة، في ليلة سودة، أنا جاي دلوقتي حالا. إيه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحة. مالها؟ مصيبة. لو النبي حق يا فواز.